تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شكوى إحدى العاملات التي اشترت سترة واقية من المطر من أحد العلامات التجارية الرائدة في هذه السترات، وتفاجأت السيدة أثناء تسلقها إحدى الجبال أنها تشعر بأن ملابسها تبللت، وهنا وثقت ما حدث لها في مقطع فيديو، وطالبت الشركة بعدم استرداد مالها بل تعويضها بسترة ثانية تصلها على قمة الجبل. تابعوا هذا المقطع، الملايين طبعا من الناس تابعوه. هنا كان رد فعل الشركة غريب وذكي بنفس الوقت، إذ قاموا بتوثيق مقطع فيديو آخر لهم وهم يستجيبون لطلبها ويوصلون لها سترة بديلة على قمة الجبل. خلونا نتابع. North Face.